عطا الخوت يلا تحت هذيك غير دابا غير دابا هي باش كالو هذا الجامع هانتوما بحال هذه دابا يلا تحت غير دابا كانت بحال هكا فهمتي شي باش نقول لكم اودي راه الجامع من الافضل يديروا ليه داك ليكزومبل اللي درنا في داك الدوار كيما هاد اللعيبات هادو راه بحال الريح دابا راه كاين الريح ما دابا واش نقدر نزل حتى هادي نيت طيح على شي شيباني ولا شي حاجه يفتا شي راه مشى دابا والو حيت راه ريسكي ديال بصح الخوت لقينا الطريق مقطوعه ديال الحوايج الخوت اللي خسر المغرب والله قبل الزلزال بداو زعما كيرمموا فيه راه قديم قالوا لي تقريبا واحد 850 سنه اكزاكت هو غالبا غيكون بحال هكا دوماج دابا التردم ما عرفتش يعاود يبنيوه من جديد ولا ما عرفتش شنو هادشي هنا طاحت شي حجره غالبا يكونوا دوك الثلاثه شو عليك عبد الرحمن تاع بسم الله لا اله الا الله ما ديرش تردد الله يحميك الوالدين هذا راه مورا الزنزال ياك اه راه سالت الله يبارك فيك ست دجاج باش تغسل الطوموبيل ايش 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 العمل غيبدا غدا ان شاء الله نتقداو كل شيء ديك الساعه دابا دخلت 6500 درهم ثانيه واحد الصيد عيط لي قال لي انا نتكلف لكم بالفراش ديال هضرت مع الفقيه ديال تما حتى هو مسكين ما عندوش فين يبات قلتو على داك الماء اللي شاط لينا قلنا داك الماء غنجيبوه لهاد المراكز ديال التصفيه ديال الدم اي مركز هنا في اكادير غنحطوا لهم داك الماء الناس اللي كيصفوا الدم كيحتاجوا الماء ونشرطوا عليهم بلي داك الماء خصو يتعطى فابور وصل هاد الصغار حتى هما مزيانين انفو كيساليو حصه ديال يقدرها واحد يدي وحده بحال هادي فهمتي كان الخير اللهم بارك هذا كامل غندوه ليهم قال لي العساس ديالهم قال لي شحال من حاله تما راه كيتعاونوا معاه كيديروا له الدياليز فابور الله يجازيه بخير هذا مول الكلينيك هذا وثاني حاجه نديو لهم حتى الحليب يلا سولناه قال لي واش ما يضرهم الحليب ولا حاجه قال لي لا بالعكس مجموعه عاوتاني عبوص نعم ابو عاد تحكي لي تكون زندره خويا منير ارتاحتي شويه والحمد لله نفسيا عبوص عبوص الله يرحم ليك الوالدين قم بالواجب الدراري لا تعطلوا على شي مهمه عندي انا عبوص طلق لي الصونيط طلق لي الصونيط عبوص دروكي بالي غير خديها تسلمي الصونيط ياك الله يرحم ليك الوالدين تقمو في لا عبوص جابوا الحليب اللهم بارك هو الدري ايا مثلا جا شي واحد درا عينك ميزان عرفتي الناس اللي ما عندهمش كلشي واحد هكا هكا عطيه شويه ما فحالو شنيت عطيه ثلاثه ديال الكرتونات فهمتي الله يرحم ليك الوالدين شكرا بزاف هذيك صح المهم جينا شفنا واحد ليكزامبل ديال الجامع شفتوه هذا هو الكادر صحيح بالمناسبه باش الجامع اللي شفتو قبل كنا درنا احداث صغار وحيدنا راه شي دراري اللي داروا هذا عطونا هذه الفكره هما اللي قادو حنا كنتسناو غير السيد نقادو مع المسايف اذا هو اللي نشرو دابا صحيح وكيصبر البرد الشتاء الثلج راه ما عندك نظورو ليه التوشيات ديالو والباش ديالو حتى هو تيكون صحيح داكشي غيكون ان شاء الله بخير وعلى خير تشوفوه كامل اذا داك الدوار فاش غاديين ما كاينش فيه ليسباس بزاف هانتوما شتو غيكون تقريبا بحال هكا غتكون فيه في الجامع ما عرفتش 15 ولا 14 المهم وسط الجامع نقسموا فيه واحد 4 على 4 يتسد بالخاميه غاديروا في هاد البلاصه فاش كيقراو الدراري غاديروا في هاد دوك البونجات علاش كيجلسوا ونحطوا دوك اللوحات ان شاء الله داكشي غيكون ناض يا ربي يدعيو معنا بالتوفيق فهمتي ما عرفتش في الباديه واش العيالات كيمشيو للجامع ولا لا ديك البلاصه اللي كتسد بالريدو يقدر يقراو فيها الدراري يقدر يصلوا فيها العيال حنا البوقات البوقات ديال الجامع نشرو شي حاجه مزيانه كنا ناويين نخلصوا 6 ديال لي تواليت لي باش ديالهم وكلشي اي بلاصه مشينا ليها ضروري يتساعدوا معنا ولا ينقصوا في الثمن قال لينا انا نخلص 3 زعما من عنده عطاهم لينا فابور هاد مول الباشات الله يرحم ليه الوالدين الا شتي هاد الصور خوت اللهم بارك تبرنا على شحال باليت كان هنا باليت 5 الباش اللهم بارك صحيح بالمناسبه عطاو علينا هاد الفابور قال الكرتون البركه ديال الامام تاعي خص تكون فين يا هذا يا سلام دابا نمشيو نشوفوا الزرابي ديال الجامع تا هذا هو باش المهم من بعد هو تشوف زيقا دابا كنشارجيو الحديد هانتوما شتوه انفيستيو في هاد الحديد الغليظ وهنا ليا راسك قالو لي
بنيت صبرني يركان عندي واحد هاني وليس بني يركان واش كيقال غوص 6 على 12 6 على 12 غير داك السيم والله هذا اللي نديو الخوت الجامع 8 فوركين ياك تريكات غير ياك على 6 ورينز هي 22 خيطونس 700 20 20 10 10 22 الف 1100 درهم 1100 درهم نحيد 100 درهم وريست لا نكيد حق واخا بلاش اذا 50 درهم غاسي كان غادي يزرك صافي يغليظ المهم يعاود الخياطه مزيان باش يستيك الخيط اللهم بارك داك الشيء على خير حيت عندنا بزاف د الحوايج هذوك الناس نديرو لهم الطواليطات يقدر يمشيو جوج مرات هذا يمشي خوي ويرجع عاوتاني اخوي كنا معولين غير على الجامع ولكن لا غادي نديرو جوج بوايجات ان شاء الله وحسن ان شاء الله تمام الله يستر اعطيني شي كسب يقول مليح راه الدار ديال الامام خاص الكسب يكون خضر يكون باقي فيه الماء لا هذا ناضي اللهم بارك ما يكونش داك الصفر والله الا الدار ديال الامام بالله اعطيه شي حاجه يكون مزيان اللي كيعرف شي واحد هنا في اكادير كيبيع لي بوط جمله عندهم الدراري الصغار تما بما انه الموسم ديال الثلج عندهم داك البوط ديال الميكا شي ماركه مزيانه غتخصني تقريبا واحد 120 حبه بين 26 حتى 38 ما تكونوا مخلطه قياس مثلا 26 يكون فيه ثلاثه ديال اللعيبات صافي اللهم يسر واه تصدايا مسكين يلا بسم الله هذا رفوز لا يعطيك الخير شكرا لا خذ هانتوما الخوت وصلنا حتى واحد الكوليه من بعد نوريكم واش فيها خلاص القاضي هادي عرفتي اش كاين فيها راه لقينا فين نشرو لي بوط اللهم يا سلام داك الشيء تا ما خيرت باش نطلعوا لهاد البلاصه هانتوما شوف دار معنا ثمن ديال الجبله انا اللي ساكن هنا في اكادير والله ما عمري توقعت غيكون هاد الشيء هنا عندي تقريبا واحد 120 حبه مخلطه هذا ما كاين هانتوما شوف تبارك شوف 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 ايه بسم الله المهم البيشان راه هو هذاك 6 ديال لي باش ديال الطواليطه هو واجد تنوريكم الشكل النهائي ديالو عارفي خطير ديال بصح فين اكثر من هذاك اللي درنا قبل الطواليط باش كتمتاز شوف الفينيسيون كي دايره انتما شو السر فين السرسنا دايره بحال هكا باش الما الى جا يمشي ديريكت لهنا ياك اي السرسنا انتما شوف وهنا متيسع بزاف على هذيك الاولى فهمتي شي سرسله معوده على جوج ودرناها في الكحل باش ما يدخلش الضوء ما يدخل والو مول الفراش عطانا هاد اللعيبه هادي شوف هاد الفراش هي خطيره هانتوما هادي خاصه بالامام هادو راه من بعد نوريكم علاش كيصلاحو ما عرفتش بقى لينا والله باقي شحال من حاجه وغدا الديبار ان شاء الله المعقول من الجبل ديريك جبتي يضرب السوشي ايوه عاد خدينا لك كابل حيت الناس ما عندهمش الضو الدراري اللي وصلوا تما قال لك باقي خصنا لي كابل دوزنا في الدوار دوزنا في الشارع فين كي في الشارع ديال الدوار هذا الكابل باش ندوزو ان شاء الله باقي لنا الضواو ديال ديك المدرسه والمسجد الصه ديال بصح ملي كنت انا اخر مره ما كانش الصه المساعده تبانوا لي ناقصين ديال بصح دابا قليت لقى واحد هنا واحد لي عرفتي اخر مره كنت هنا شحال من رموك شحال من كاميو يلا بسم الله انتم الخوت دينا لهم ماكينه التصبين ديال التمازير دينا واحد ثلاثه ديال الحبات اللي هي الفراكه